اهلا بحضراتكم من جديد، وفي الاستوديو الحقيقه منورني ابطال الطائره جلوس تاني العالم في بطوله العالم اتلعبت في اخر 2023 في المباراه النهائيه بعد الخساره من ايران، وادوا اداء كبير يمكن في هذه البطوله. رحنا بعد كده بطوله افريقيا وخدناها وفوز على نيجيريا وتاهلنا لاولمبياد باريس 2024. في الحقيقه في البدايه برحب باللواء منصور محمدي نائب رئيس الاتحاد المصري لكره الطائره جلوس والمشرف على المنتخبات القوميه والاب الروحي لهذه اللعبه. اهلا بك يا سياده اللواء. اهلا وسهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ منورنا والف مليون مليون مبروك. الله يخليك يا رب. ومش عايزين نقول مثلا ايه، قناه الاهلي دائما سباقه معانا في مجال كره الطائره الاولمبي من سنه 2000، واحنا وراكم وفي ظهركم وسعداء بهذا الانجاز الكبير. برحب كمان بالكابتن اشرف زغلول شعراوي نجم منتخب مصر واحد ابطال هذا الانجاز. اهلا بك يا كابتن. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين واهلا بالنادي الاهلي وكل حبايب النادي الاهلي في مصر والوطن العربي والعالم كله. منورنا والف مليون مبروك. الله يبارك فيك. وسعدتونا كثيرا بهذا الانجاز. الله يبارك فيك ومبروك لمصر. الله يخليك. سعدت لو اجل حضرتك، يمكن انتوا كان عندكم بطولتين يعني مهمين جدا، بطوله عالم اخر 2023 وبعد كده بطوله افريقيه. خدنا تاني عالم وبعد كده رحنا افريقيا. ايه ملابسات البطولتين؟ بطوله العالم ازاي نظمناها في مصر؟ والبطوله العالم اللي قبليها كانت امتى وعملنا فيها ايه؟ يعني رجع لي 3 4 سنين كده اوصل معايا لغايه بطوله افريقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه بشكر قناه الاهلي والقائمين على قناه الاهلي، وفي البدايه بشكر يعني بنوجه هذا الانجاز في الكره الطايره تاني عالم بعد ايران واول افريقيا والتاهيل لاولمبياد باريس ان شاء الله لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا بنقول احنا وراه. وزي ما احنا بنقول في انجاز في كل عمل لكل مصري يتولاه لازم يؤدي باخلاص عشان يرفع علم مصر خفاقا برغم الظروف المحيطه بينا كلنا، ولازم ان كلنا نتعاون ونتكاتف لظهور مصر في المحافل الدوليه كله فيما يخصه. أشكرك يا كابتن، وطبعا دي كلام أنا حي حضرتك عليه، وبشكر مشاعرك الصادقة يا كابتن. وبنشكر الدكتور أشرف صبحي رئيس منظومة الرياضة في مصر والجهاز المعاون معاه اللي هم المختصين بالرياضات المعاقين، الدكتور عمرو حداد، الدكتور أحمد الشافعي، الأستاذ محمود عبد العزيز، والجهاز المعاون معاه الدكتور راشد. تمام. دولت الكتيبة الخفية وراء جميع الإنجازات الكرة الطائرة. تمام. نرجع لكأس العالم وتنظيمه. احنا قعدنا تنظيم كأس العالم ده حوالي 5 أشهر. ليه؟ عايزين نخرج الإخراج لبطولة العالم حاجة ما حصلتش في جميع المحافل الدولية اللي أنا دخلت فيها أو اللي أنا شاركت فيها من سنة 2000. فعلا كان إنجاز كل العالم اتكلم عليه، التفاخر بمصر، قال لك فعلا دي مصر دائما سباقة في كل حاجة. أنا سافرت 3 دورات أولمبية، 4 كأس عالم، ما لقيتش هذا الإنجاز بتاع برنامج حفل الافتتاح. مش انا اللي بقول، لو انا قلت يبقى انا ايه يعني شهادتك مجروحه، شهادتي مجروحه، ولكن الاتحاد الدولي قال لك احنا ما كناش متخيلين ان مصر تبقى في هذه الروعه، الصاله الجديده بتاعه العاصمه الاداريه، المدينه الرياضيه، تنظيم على اعلى مستوى، كل حاجه على اعلى مستوى. تمام. نرجع للانجازات. الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل الامكانيات اللي موجوده وفضل المجهود اللي انا كنت شغال مع الاولاد اول ما بدات سنه 2000 مع الفريق اللي هم بتم اولادي، زي ما حضرتك شرفت كده وقلت في الاول خالص، كنا كتيبه قلبنا على قلب بعض، وده اللي احنا بنقوله في كل المحافل الرياضيه والمنتخبات القوميه. لازم نحط مصر في المقدمه، لازم نحط مصر في قبل الاسره، قبل الحاجه الشخصيه. مصر دي يعني مش عايز اقول لك، لما نقطع نفسينا كده لازم نخرج اسم مصر. اسم مصر ده لما تحط العالم مصر مرفوع كده على الساري لوحدك، انت لا تتخيل ان اسم مصر ده لما العالم يترفرف كده شعورك كده ايه؟ شعورك وانت بره ما تحسهاش غير اللعب، اللي هو اللعب واللي هو الداخل. يعني اللعيبه الرياضيين بيحسوها، لان طبعا بيكون في مراسم علم اكيد، يمكن الرياضيين بيحسوها قوي قوي،
لان بيبقى في احتفاء بالعالم المصري. ما بيحسهاش الا اللي هو شافها، خلاف اللي هو شاف اللي هو في الملعب. انما لما شوف التلفزيون عادي، شعور عادي. انما لما تشوف كل ده وتشوف انجازاتك وتشوف انجازات اولادك كلها تمام، والحمد لله ربنا وفقنا في تاني عالم. عملنا مع ايران ماتش كويس، اللعيب ادت كلها حاجه يعني فخر لمصر، اللعيبه الموجوده دلوقتي. وبعديها على طول كان بطوله افريقيا دي المؤهله للاولمبياد باريس، والحمد لله الاولاد، لما نقول الاولاد ليه؟ لانهم يعتبر ولادي. لما طبعا تمام قدم على اجمل وجه تمام، وهيشرفوا مصر في بطوله في الدوره البارالمبيه باريس 2024. خلينا ست لو استاذنك نروح لاشرف نساله فضل. بقى عن الفتره اللي فاتت، خاصه انت قلت لي واحنا قبل الهواء يا كابتن اشرف ان حضرتك ابتديت سنه 98، يعني انت كنت في الفيوم وانتقلت للعيش في القاهره او العيش في مدينه القاهره عشان سياده اللي هو كان ساعتها بدا يختارك تلعب. يعني كلمني عن بداياتك وازاي التحقت بمنتخب مصر. والله هو انا يعني انا لعبت كره طايره بدايه من وانا في دوري المدارس. نعم. واكتشفني في محافظه الفيوم الكابتن محمود عبد النبي، طبعا اوجه له التحيه من خلال قناه النادي الاهلي. في خلال سنه واحده تم تجهيزي مهاريا. كان في 88 89. ممتاز. بعد ما تولى الكابتن منصور مباشره المنتخب شافني طبعا وانا كنت لاعب اعصر، وكان مواصفات الطول او المواصفات اللاعب الكره الطايره كانت منطبقه عليا. شافك فين ست اللواء؟ كان اول حاجه كان عامل اختبارات في المنتخب، وكان فاتح، ودي كانت ميزه كويسه للكابتن منصور ان هو كان بيقول باب المنتخب مفتوح لاي حد، اي حد شايف نفسه ان هو يصلح يتفضل. فانا فاكر يعني الحدث ده، فاخذت زمايلي من فريق الفيوم وجينا للكابتن منصور في اتحاد الشرطه الرياضي، قلت له يا كابتن احنا عايزين نلعب المنتخب ماتش ودي. مين اللي وصلك بست اللواء ساعتها؟ هو ساعتها طبعا هو كان الكابتن منصور اللي هو المدرب الفيوم، كابتن محمود عبد النبي. قال لي الكابتن منصور هو ضابط في اتحاد الشرطه الرياضي وهو ماسك المنتخب وشخصيه عظيمه وكويسه، فروحوا يعني هيساعدكم. صحيح. وكانت البدايه بفضل الله يعني طبعا استعب معايا كتير حقيقي، يعني لغايه ما عمل مني لعيب الحمد لله. اول ما شافك ايه يعني فكرني برضو باليوم ده، لان ده بدايتك. ده هو تاريخ طبعا بالنسبه لي، فانا ما اقدرش ان انا انساه، انا مخلده في مذكراتي اصلا. هو شافني كده وبص لي، هو كان من طبيعته المدح عنده قليل عشان يخليك ما تتغرش يعني. صح. كنا حتى بعد فتره يعني احنا عهدناه في الكابتن نبقى عاملين تمرين مكسرين الدنيا وحش، يقول لنا مش عاجبنا نكلم بعض احنا كلعيبه هنعمل ايه تاني اكتر من كده. فده كان شيء كويس بامانه، ان هو بيحط لك لو وصلك للقمه قبل ما توصل انت من نفسك للقمه، فخلاص انت مش هتحقق الانجاز. طيب من ساعتها لعبت فين؟ هل كان مع المنتخب فقط ولا كان في يعني دوري؟ لا انا بدايتي كانت في محافظتي الفيوم، انتقلت لعبت في نادي في القاهره نادي الجمارك، وكان قبله نادي اسمه نادي الايمان، بس ما طولتش فيه لان طبعا كان الاطار الهيكل بتاعه الاداري يعني ما كانش فيه توافق شويه معاهم. فانتقلت للجمارك ثم اتحاد الشرطه الرياضي، ودي بقى كان بصراحه كانت وزاره الداخليه كانت متمثله في اتحاد الشرطه الرياضي، وفرت صحيح. امكانيات لا محدوده للنشاط البارالمبي تحديدا داخل اتحاد الشرطه. صحيح. في كل الالعاب وكل الامكانيات، المعامله النفسيه حتى نفسها ما كانش بيتعامل معايا ان انا شخص معاق داخل اتحاد الشرطه الرياضي بامانه، كان بيتعامل معايا ان انا بطل رياضي، وكان وفر لي كل الامكانيات الماديه، اي بطولات كان عندنا بطوله عربيه للكره الطايره في سوريا طلعنا اتحاد الشرطه بعثه محترمه، اخذنا الحمد لله البطوله واخذنا مركز اول. من تاريخ دخولنا الشرطه حصلنا على الدوري والكاس، كنا متربعين على عرش اللعب. حلو. لغاية كده على كام سنه مثلا وانتم متربعين؟ من 2004 ل 2012. ممتاز، ده 9 سنين تقريبا. متربعين على عرش اللعبه، وده كان له اثر الجيد على المنتخب نفسه، لان اغلب العناصر طبعا كانت موجوده في اتحاد الشرطه، فالكابتن منصور كان بيمرنا في النادي بجوار معسكرات المنتخب. طيب اول بطوله اشتركت فيها دوليه خارج مصر كانت ايه؟ هو اول بطوله كانت في مصر، كانت بطوله افرو عربيه، كانت منطقه قبل ما يشهر اتحاد خاص باللعبه القاري، كانت في مصر 95، دي كانت البدايه مع الكابتن منصور. طيب وبعد كده بقى اول بطوله حقيقيه بقى دوليه؟ حقيقيه دوليه كانت بطوله العالم في 98 في ايران. فاكر عملت ايه؟ اخذنا المركز السابع، كان ترتيب المنتخب ال 11، واخذنا المركز السابع في اول مشاركه، وكان الكابتن منصور عامل حاجه يعني
ما عملهاش مدرب حتى الان. انه بعد ما استلم المنتخب بعد دوره برشلونه عمل احلال وتجديد جذري وضم اكتر من 6 لاعبين جدد، اعتمد على 4 منهم في التشكيل الاساسي. بعد البطوله قبل البطوله يعني الاحلال والتبديل ده حصل بعد برشلونه قبل بطوله العالم بدايه من 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 1995. يعني لعب بالتشكيل الجديد ده. التشكيل الجديد ده بدايته كان من 95. ممتاز. خدنا اول لعبنا بطوله العالم في ايران، كان ترتيب المنتخب ال11. ايوه. قبل ما يتولى الكابتن منصور في اول مشاركه دوليه بين قفزنا 4 بين السبع العالم. طيب لا وانا اتذكر حاجه حضرتك. يومها كان رئيس الاتحاد الدولي كان موجود متواجد في البطوله وتنبأ المنتخب المصري الحصان الاسود للعبه السنوات القادمه وحصل. طيب بعديها بقى البطوله اللي بعديها، البطوله اللي بعدها كان سيدني 2000 ونطينا من السابع للرابع. حلو. ونافسنا على ميداليه مع فنلندا كان بطل اوروبا، بس طبعا احنا كان لسه عنصر الخبره ما توفرش عندنا. نعم. البطولات بطوله العالم بتعمل كل 4 سنوات. تمام. 2004 بقى كان فين؟ لا 2002 كان في مصر بطوله العالم، اخذنا برضو الرابع. تمام. بعدها كان اول انجاز يحصل في تاريخ الالعاب الجماعيه في مصر كان حصولنا في دوره اتينا 2004 على الميداليه البرونزيه. حلو. كان برضه الكابتن منصور. كان حدث كبير. كان يمكن دي اول بطوله برونزيه. في تاريخ الالعاب الجماعيه على المستوى العربي والمستوى القاري كمان. نعم. بعدها في 2006 بطوله العالم في هولندا اخذنا برونز. تمام. بعد كده اللجنه البرلمانيه قبل ما يكون في اتحاد مستقل للعبه استعانوا بمدرب اجنبي، هو توفى، اخذنا رابع في بكين. يعني احنا كنا ماشيين بين تالت ورابع. لا ما هو في 2008 استعانوا بالمدرب الاجنبي وعلى حساب الكابتن منصور. خدنا كام؟ اخذنا الرابع. الرابع. رجع الكابتن منصور تاني بعد النتيجه بتاعت بكين. كاس العالم في امريكا. 2010. دي كانت اقوى بطوله في تاريخ اللعبه حتى الان. 2010. كان 24 منتخب في البطوله. كانت 2010؟ 2010. عملنا ايه؟ اخذنا برونز. ما شاء الله. كانت اقوى. لا ما انا اصلا كنت شغال محرر صحفي في متخصص في شؤون ذوي الاعاقه فالداتا عندي. في الداتا عندك. الله اكبر ما شاء الله. انا لسه بقول برضو بجمع ما شاء الله الذاكره الجيده دي ايه. طيب كمل لي معاك انا ماكش مشوار معاك. فبعدها شاركنا في بعد 2010 كان 2012 في لندن وحصل للاسف دروب في البطوله دهيت واخذنا السادس. هو ده طبيعي مش كل مره. تمام. يعني لا احنا هو يعني هو كان احنا اتغرينا لان احنا كنا قبلها في مصر في 2012 اخذنا لعبنا نهائي بطوله عالم في مصر 2012 كان برضو النهائي مع ايران وكنا كسبنا روسيا اللي هي لعبتنا في لندن كنا كسبينها 3-1 وكسبنا المانيا فكنا شايفين بامانه هو كان غرور شويه. ثقه زياده. كان غرور يعني والحمد لله وكل شيء طبعا باراده الله. ثم بعدها طبعا الاجنده اتغيرت وحصلت ثوره 2012 فاتغيرت الدنيا وبعدها في 2014 بطولة عالم اوريدي احنا ابطال افريقيا والعرب من تاريخ وجود العالم. احنا بنتكلم عن العالم بقى. في 2014 اخذنا الرابع. رجعنا من السادس اللي كان في 2012 الرابع. ثم ريو 2016 اخذنا برونز. كان موجود الدكتور مصعب العيوطي. تمام. بعدها في بطولة العالم في هولندا 2018 اخذنا سادس. تمام. طب 20 اللي هي اترحلت ل 21 طوكيو اخذنا خامس. تمام. ثم بطوله العالم في البوسنه 2022 رابع. 21 ولا 22 عشان 21 اتحاد 21 خدنا خامس. هنا في مصر كان النهائي بفضل الله ثم الختام في افريقيا الحمد لله اول والتاهل لباريس. ينفع الصحفي يا فندم؟ انا مش عارف والله العظيم. لا انا سعيد بايه؟ الله اكبر. يعني هو عمره الانجازات دي كلها كان شريك فيها وعمره يعني البطوله بتعمل كل سنتين. الله اكبر. ما فيش يعني حاجه فايتاه. لا بصراحه بس خلينا يا سياده اللواء اتكلم انه احسن انجاز على الاطلاق في ال 20 سنه اللي احنا شاركنا فيهم وكنا بننافس هو انجاز بطوله العالم اللي كان في مصر اللي هو الثاني. احنا وصل فاينل وكان اول كاس عالم يتعمل في تاريخ الاتحاد الدولي لكره الطايره. اللي كان قبل كده بطوله كانت اول بطوله انما دلوقتي كاس عالم. كاس عالم. تمام. وان احنا نوصل فاينل مع ايران. طب المانيا كانت فين؟ المانيا لعبتنا على الثالث والرابع على الدور اللي قبل النهائي. هو ده اللي وصلنا فاينل. هو ده اللي كسبنا ليه؟ لان فيه زي ما تقول ايه احنا عايزين نثبت الوجود، عايزين نقول للناس كلها ان مصر موجوده راجعه تاني بقوه. طب يا كابتن يعني
المنافسه يعني نرد على البعض، يعني البعض يقول لك مثلا لا يا عم ده خدوه تاني عالم، اصل ما فيش منافسه، اصله ما فيش فرق. ما طبعا انت عارف في ناس بيبقوا اعداء النجاح طبيعي، وبيبقى هو ده النجاح، ده النجاح معنى عارف. بس انت ترد بايه؟ انه يعني كلمني عن الدول المنافسه وحجم الانفاق اللي بتحطه الدول الاوروبيه وغير الاوروبيه في الابطال البارالمبيين، كلمني عن المنافسه، مين الدول ومين ومين، كلمني عن مثلا بطوله العالم اللي كانت في مصر. بطوله العالم في مصر هو اللي دي كانت بطوله عن كاس العالم، كاس العالم كانت بطوله تاهيليه بنسبه 99%. طيب اتحاد الدوله كان عامل حساب ان المانيا هتطلع على النهائي، وده بالجغرافيا والتاريخ هم دايما بيوصلوا، لان احنا لان هم اصلا بيشاركوا في جميع البطولات الدوليه تبع الاجنده الدوليه، يعني المانيا من بطوله الدوره اللي فاتت هنا لهنا بيعمل حوالي 40 ماتش دولي. احنا ما عندناش الاجنده دي خالص، ما بنشتغلش عليه لظروفنا، لحاجات يعني امكانيات بس احنا عندنا امكانياتنا الاصرار والعزيمه طبعا، بيطغى على اي حاجه قدامنا الانسان المصري. ده المصريين بالفعل، ده المصريين تمام. هنيجي للدول اللي شاركت عندنا عشان نقول للناس اللي هي عماله تتكلم تقول اصل ما جاش، لا، الفرقه الوحيده اللي ما جاتش في كاس العالم البوسنه. ليه حضرتك؟ لان البوسنه اتاهلت فمش هيجي. هيجي يعمل ايه؟ بالرغم ان البرازيل متاهله وجات منها معسكر تدريبي ليها، لان البرازيل متاهله قال لك روح برضو البطوله ديت على الاقل هلعب 4-5 ماتشات دوليه، العيال هتاخد خبره. انت طالع نهائي بعد ما كسبت المانيا، اللي هي بطل العالم وبطل اوروبا. بطل اوروبا النهارده حطيت في اختبار حقيقي قدام المانيا، والحمد لله. يعني مش عايز اقول لحضرتك ان كان المباراه يعني بطوله طبعاً. المانيا ومصر بطوله طبعاً. علشان كده الفريق عندنا عنده اصرار وعزيمه. لو امكانياتنا تسمح زي ايران، احنا ممكن نقول ايران زي ما هو ماتش ملعب، لا يبقى ايران ومصر ماتش ملعب، مين يكسب للاخر. لو اتحطينا في نفس التجر بتاعها ومعسكراتها والصرف اللي عليها، لا قصدك عشان نفسك يبقى اطول في البطوله، فانت محتاج احتكاك اكتر. الاحتكاك اكتر لان هو طبعا ايه، المدرب بتاعهم معاهم من قبل سنه 2000، من 97، لا قبل حضرتك كمان، من 97 انا مقابله، هو مدير فني الايران من 97 اول ما مسكت المنتخب الى وقتنا هذا. طب كابتن، يعني حضرتك في بداياتك يعني ليه اخترت الكره الطائره جلوس؟ يعني حضرتك طبعا في صرح كبير وهو اتحاد الشرطه الرياضي، وهذا الصرح اللي من هنا بنوجه له كل التحيه وكل التحيه لوزاره الداخليه، ان هذا الصرح خرج عظماء. انا كان ليا الشرف ان انا اتمرنت واستخدمت هذه الادوات اللي موجوده في اتحاد الشرطه الرياضي اللي كانت تحت امر اي ابطال في مصر، وكان قبليه الدراسه لو تفتكر، كانت الدراسه هي والصاله البالونيه. فاذا وزاره الداخليه واتحاد الشرطه الرياضي مؤسسه كبيره 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 وليها ايادي بيضاء على الرياضه المصريه كبيره. ايه اللي خلى حضرتك تختار الاتجاه ده؟ هو حضرتك كان اتجاه جديد، لان انا كنت لعيب منتخب مصر في كره الطائره قبل ما اخش كليه الشرطه. خلينا نحط الكره الطائره اسوياء، عشان الاسوياء الاسوياء كنت لعيب منتخب مصر كره طائره اسوياء، ودخلت كليه الشرطه ومدرب في اتحاد الشرطه الكره الاسوياء، ومدير فني في اتحاد الشرطه الرياضي، ومدير الرياضه في اتحاد الشرطه الرياضي، فمساعد المدير لاتحاد الشرطه الرياضي. يعني حضرتك اتحاد الشرطه الرياضي له الفضل عليا وعلى غيري من الابطال الدوليين العالميين والاولمبيين في الشرطه، وزاره الداخليه. نعم. كانت وزاره الداخليه لا تبخل على الرياضيين. طب ليه برضه اخترت؟ ليه اخترت هقول لحياتك ليه اخترت بقى مجال جديد. انا خضت في مجال الاسوياء، الحمد لله ربنا كرمني ونجحت فيه، قلت اجرب في هذا المجال اشوف هقدر انجح ولا ما انجحش، والحمد لله ربنا وفقني ونجحت وخدت التجربه ووصلني. عايز ليا هدف معين، عايز ابقى مدرب اولمبي، وحصل لما مدرب ان شاء الله باذنك يا رب ميداليه في الجاي. بس خلينا كده برضه يا كابتن اشرف، طب عايز اقول حاجه قبل الكابتن اشرف نسيتها برضه. انا بوجه الشكر للجنه البارالمبيه طبعا، تمام، بقياده الدكتور حسام مصطفى محترم، والنائب الدكتور احمد ادم، وامين الصندوق الاستاذ عماد رمضان، وده كان لعيب كره طايره، حاطين كل امكانيات اللجنه البارالمبيه من امكانيات ماديه او الاخره تحت اشراف او تحت توجيهات
الجهاز او تحت توجيهات مجلس الاداره الاتحاد المصري لكره الطايره بقياده الدكتور مصطفى عبد الحليم لكره الطايره. ليه؟ لان احنا عايز بنبص لميداليه اولمبيه في الفتره اللي جايه. هيحصل باذن الله. كابتن اشرف قول لي برضو يعني انت دلوقتي كفكر يعني حد عنده مثلا اصابه او حاجه بتمنعه او بتعوقه في 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 حضرتك شايف هل الاعاقه الحقيقيه هي اعاقه الذهن العقليه ولا اعاقه البدن؟ حكم ان انت تجربه النهارده واحد من ابطال العالم. لا هي الاعاقه البدنيه عمرها ما كانت اعاقه تعوق الانسان النجاح. الله يفتح عليك. وده لذلك احنا عندنا نماذج كتير حتى بعيد عن الرياضه نفسها ذاتها وسباقين في, في 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 هذا المضمار. عندنا مثلا دكتور طه حسين طبعا الراجل الكفيف اديب الكبير تمام عندنا نماذج كتير حقيقي يعني انا انت عارف يعني كابتن الحد اللي فات كان معانا مين في البرنامج هنا كان قاعد مكان حضرتك فاطمه عمر. الله عليها. عمر الاسطوره الكبيره طبعاً اللي طبعاً انا قلت لها التحيه انا شفت الكلام اللي هو اتقال وهي كتبته على الفيسبوك يعني ان انت خرجت من جواها حاجات يعني لمستها من جوه. فاطمه اخت لينا وشاركت كفاح ونجاح يعني ما فيش حد في المجال على المستوى المحلي والدولي ما بيحبهاش. عايز اقول لك اليابانيين دعوها عشان يعرفوا تجربتها ونجاحها. بس يعني خلينا نقول تجربتكم النهارده اللي احنا بنعيشها يعني انت فخور باللي انت حققته لبلدك؟ والله احنا الحمد لله طبعا احنا ده شيء يسعدنا ويشرفنا وده شيء اتزرع جوانا يمكن ذكرها الكابتن منصور في بدايه حديثه وانا قلتها لحضرته ان المدرب الوحيد اللي مسك منتخب مصر كان دايما بيزرع جوانا الوطنيه من واحنا صغيرين. كان دايما يقول حط اسم مصر وعلم مصر قدامك هدفك علم مصر يترفع بامانه. دي شيء انا كنت بشيد بيه وانا الجانب الوطني انا برضو يعني اكتسبته برضو واتزرع جوايا من تاثير الكابتن منصور لان انا معاهم يمكن انا عندي 12 سنه او 14 سنه فاتزرع جوايا الحس الوطني والانتماء للوطن وحب الوطن. انا عندي حب الوطن عباده يعني نعم. يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى مصر. والدين هو الوطن سبحان الله. طيب الحمد لله انت النهارده كده على الهوا اتمنى قول بتمنى ايه بس عايزك تاخد نفس كده وترجع ظهرك ورا. والله هو اللي بتمناه مش بتمناه لي انا كاشرف يعني انا فرد من منظومه طبعا انا بوجه الشكر لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لان هو حط الاشخاص ذوي الاعاقه على يعني على مضمار الانسانيه اولويات الدوله الانسانيه ما هو عاملني كانسان يعني ان انا يجعل لي عام 2018 ده عام الاشخاص ذوي الاعاقه نعم. وخرج لنا قانون عظيم فيه ضمانات كتير قوي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه وان كان بعض الاليات في تنفيذ ده طبيعي اكيد هيتم ادراكها ان شاء الله المساواه في التكريم المادي بين الاشخاص ذوي الاعاقه وغير ذوي الاعاقه ده كان عمل عظيم واحنا حقيقي كان بيلوه الاثر السلبي على نفسيتنا لما انا اروح ارفع علم مصر زي زميلي البطل الاولمبي في نفس البطوله ونفس العالم واخد اقل فده شيء فرق معانا نفسيا ومعنويا كتير جدا الحمد لله تم اصلاحه تمام. وطبعا ده شيء يحسب لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعم المادي والتوجيهات من القياده السياسيه لوزاره الشباب والدكتور اشرف صبحي يعني بصراحه ما بيأخرش عننا حاجه بامانه وانا اعرفه شخصيا هو شخصيه محترمه جدا وشخص رياضي وعظيم جدا انا بحبه طبعا نطمح للفترة الجاية بقى ونتكلم على المهم اللي هو عشان نرجع من إن شاء الله من باريس إن شاء الله على ميدالية بإذن الله. هو طبعا هو ينقصنا المعسكرات يعني احنا مش طمعانين في أي حاجة. هقول لك لا تنزلني فندق 7 نجوم وتديني بوكت ماني بالدولار والقصة دي احنا عايزين احتكاك لان دلوقتي العلم الرياضي فرق كتير وفي دول سابقانا كتير يعني مثلا المانيا احنا عندنا المانيا هي حاطه مصر في حساباتها وبتلعب على مصر وهدفها مصر واحنا عارفين ده وعاملين الحساب والكابتن منصور معانا في الصوره فاحنا عايزين معسكر كويس معسكر اعداد كويس ومحتاجين احتكاك يكون داخل مصر او خارج مصر بس مهم جدا بالنسبه لنا. والحاجة بعد إذن طبعا الكابتن منصور هتكلم فيها التكريم المادي للبطولات اللي تم الانتهاء منها يعني شايف بس أمال وطموحات أمال وطموحات كلها تصب
مصلحه المنتخب، مصلحه الوطن. يعني انت النهارده لما تتكرم او ليك مستحقات قديمه هتاخدها، دي حاجه برضه هتعلي معنوياتي، هقدر اكيد اكيد يعني اضافه اكتر. كل الكلام ده في الاول والاخر هو بيضيف للمنتخب. يعني انت ما تمنيتش امنيه ليها مصلحه شخصيه ليك ولا حاجه، انا لما اخد مكافاتي المعنويات هتبقى تمام، انا لما اعمل احتكاك يبقى هجيب ميداليه لمصر. يعني حتى في امنياتك انت واضع امنياتك لمصلحه البلد ومصلحه المنتخب. صح، رجال الحمد رجال الحقيقه من نوع تاني ومن من كوكب تاني الحقيقه. انا بقول دايما والله ده شرف لينا، شرف لينا. بس انا احنا طبعا مكملين مع حضراتكم، بس الحقيقه انا بشكرك طبعا كابتن اشرف. هنطلع لفاصل وهنستقبل طبعا كابتن عادل عبد المعطي مدرب منتخب مصر كره الطائره جلوس. بس الحقيقه بوجه لك كل الشكر كابتن طبعا ست اللي هو مكمل معانا في النصف الثاني. بشكرك، نورتيني وشرفتني. انا اللي بشكركم جدا جدا، شكرا ليكم، والف مليون مبروك، ونتمنى تمنياتك تتحقق، ونتمنى كمان ان شاء الله ميداليه بارالمبيه، ونحتفل على الترابيزه دي ان شاء الله. ان شاء الله وعد، ان شاء الله نكون مع بعض بعد باريس. كل اول لقاء بعد ما نرجع من فرنسا ان شاء الله هنيجي هنا. ده شرف لينا، شرف لينا ان شاء الله مكانكم، شرف لينا. احنا اهلاويه اصلا طبعا في الاساس، وفي اللون الاحمر النهارده ما شاء الله، الله اكبر طبعا، الله اكبر. ربنا يديكم الصحه يا رب. بشكرك يا كابتن. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل، عشان بعد الفاصل طبعا نستقبل ضيفنا الكابتن عادل عبد المعطي مدرب منتخب الطائره جلوس، عشان نقدر نتكلم معاه عن البطوله. الى الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبنرحب بضيفنا اللي انضم لنا بعد الفاصل الكابتن عادل عبد المعطي مدرب منتخب مصر للطائره جلوس، وصاحب طبعا يعني احد كتيبه هذه الكتيبه العظيمه اللي حققت ثاني عالم وبطوله افريقيا، ونجحت التاهل لاولمبياد باريس 2024، واللي ان شاء الله وعدونا النهارده باذن الله ان هم يبذلوا قصارى جهودهم للحصول على ميداليه اولمبيه. كابتن عادل اهلا بيك. اهلا بيك كابتن هيس، منورنا والف مليون مبروك. انا اللي سعيد والله بوجودي مع حضرتك، وطبعا سعادتي الاكبر اللي انا موجود في احب نادي في قلبي في العالم، النادي الاهلي. انا سعيد زيك دلوقتي برضه ان انا موجود في قناه النادي الاهلي، النادي اللي احنا بنحبه والنادي اللي احنا بنعشقه جدا طبعا. يعني سعادتك والله انا فخر ان انا اكون اهلاوي وبعتز بده طبعا. يعني منورنا يا كابتن، بعيد عن اي حاجه. منورنا يا كابتن. طيب اجل حضرتك انجاز كبير، بطوله ثاني العالم، وانجاز كمان كبير بطوله افريقيا، والتاهل بدراعك. يعني ما انتش مثلا مستني حد يتاهل عشان انت تتاهل، لا انت راجل خدت تاني عالم وقلت عشان ااكد تاهلي يا جماعه انا هشارك في افريقيا وهناخد ان شاء الله افريقيا. يعني كلمنا عن الانجاز ده، اكيد ما تحققش من صدفه. وجهه نظرك ايه السبب الرئيسي لهذا الانجاز؟ اولا طبعا السبب الرئيسي كله طبعا في الاول وفي الاخر بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. نعم بالله. احنا بنشتغل وبنخلص في عملنا وبنعمل اللي علينا وبنسيب التوفيق لله سبحانه وتعالى. وطول ما النوايا خالصه فاكيد ربنا سبحانه وتعالى هيكلل دوت بالانتصار والجهد. وده اللي حصل، احنا كل تفكيرنا داخل المعسكر اللي احنا نشتغل بجديه، عندنا هدف عايزين نوصل له. الحمد لله رب العالمين، اللعيبه كانوا رجاله اشتغلوا وكل واحد بذل اقصى ما في وسعه. والحاجه الجميله ان كل اللعيبه كانت على قلب رجل واحد، ما حدش كان بيفكر مين هيبتدي الماتش، مين هيكون التبديل، ما كانش فيه كلام ده خالص. كلنا كان هدفنا حاجة واحدة، إن البطولة ملعوبة عندنا على أرض مصر، وما ينفعش اللي إحنا لما البطولة يبقى بالتنظيم دوت وبالإمكانيات ديت والناس كلها منتظرانا وإحنا ما نكونش الطرف الثاني في المباراة النهائية. ده كان الهدف، اشتغلنا للهدف دوت بمنتهى الهدوء. بدأنا المعسكر في القرية الأولمبية في الإسماعيلية، بعدنا خالص عن كل صخب، منعزلين تماما، بنشتغل ما حدش حاسس بينا، لحد ما انتقلنا قبل البطوله للقاهره وبدانا البطوله، وبقينا ناخد كل ماتش بماتش لحد ما ربنا كرمنا ولعبنا المباراه اللي قبل النهائيه طبعا مع بطل اوروبا المانيا. المانيا ما حدش يسفه من المانيا خالص، ما ينفعش. انا بلعب مع فرقه كل كبيره، كل التوقعات ساعتها ان احنا كنا هنخسر. يعني انا توقعت هيسم. انا على المستوى الشخصي ان احنا نخسر من المانيا. مهم جدا عشان في عوامل الفوز انك تحترم خصمك وتكون عارف قدره كويس قوي، ودوت بيبقى من المفاتيح اللي انت هتكسب بها المباراه. احنا لعبنا بهدوء شديد جدا، بتركيز عالي قوي، بعدنا اللعيبه عن كل توتر. احنا كل اللي طلبناه ان انتوا تلعبوا لعبكم، انتوا لعيبه كبار، انتوا ابطال عالم، انتوا لعيبه يعني ما تقلش عن لعيبه ايران او المانيا او البوسنه او الكلام ده كله. وبالتالي ابتدت اللعيبه تركز، وكان عندنا هدف واصرار غير عادي اللي احنا نكسب الماتش. طب يا كابتن اكيد في تضحيات، يعني انت بتقول ان توحيد الهدف موجود، الاخلاص النيه موجود في الوقت اللي معلش خليني اتكلم بكل امانه، هؤلاء اللاعبين وانتم طبعا بالطبع مدرب ومشرف على المنتخبات مقابل يعني ما فيش يعتبر، بس انتوا بتلعبوا عشان خاطر اسم مصر وانفسكم.
تمام. فالنهارده الكلام ده يعني مفروغ منه، ولكن النهارده اكيد كان في تضحيات. الولاد دول بيشتغلوا ودي الام تعيشهم الاساسيه مش الرياضه. خلينا نتكلم بكل امانه وخلينا اكون صريح بـ 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 يعني بشده. شغلهم سابوا شغلهم، قعدوا فترات ازاي، عملوا ايه، يعني التضحيات اللي عملوها، وحضرتك كراجل برضو بتشتغل يعني ضحيت ازاي وسبت ده وتفرغت، ده حصل ازاي وتتحدي كانت ازاي، وهل اتقدرت من اماكن عملكم ولا لا؟ والله طبعا يعني هو كل واحد فيه لعيبه كتيره طبعا مرتبطه بمكان عمل، وانا واحد منهم، وانا بشتغل في احد المؤسسات الكبرى، احد البنوك، ما اقدرش طبعا اقول الاسم. وبالمناسبه دي انا بشكر اداره البنك عندي على يعني مساندتها ليا ودعمها اللامحدود، ان هو وفروا لي التفرغات، ودوت كان سبب رئيسي في استقراري وان انا اركز في عملي. طبعا اللعيبه لو هنتكلم عن المقابل المادي يا كابتن هيثم، المقابل المادي لا يضاهي اطلاقا الانجاز الذي تحقق. كون ان انا النهارده بقول لاول مره في تاريخ اللعب ان منتخب مصري يلعب المباراه النهائيه ويحصل على الميداليه الفضيه، فده حدث غير عادي طبعا. فالنهارده انا سايب التكريم وسايب الكلام ده كله للناس المسؤوله، واكيد هم شاهدوا بدوت وكانوا موجودين معانا، وهم شافوا الجهد اللي اتبذل، وانا واثق ان هم هيكون في تكريم لائق بالفرقه دي، لان الفرقه دي واللعيبه دي تستحق التكريم وتستحق بجد ان احنا كلنا نحتفي بيها ونحتفل بيها. خليني اقول لك ان انا بطالب يعني بقى، خليني اكون اكتر وضوحا، ان هذا الفريق يكرم بشكل كبير جدا. اتمنى هذا. وانه حضرتك عندك ثقه وانا عندي ثقه كمان، لانه انجاز بيتكرر، ودي اول يعني كررته ثالث رابع، ولكن اول مره المنتخب ده ياخد ثاني. ابدا ده ما يقلش من انجاز، لان انت بتنافس دول اوروبيه بتدي دعم كبير طبعًا جدا لفرقها طبعًا، ودول في مستوى العالم. فالنهارده لا، انت النهارده ان شاء الله تستحق تكريم كبير ان شاء الله، وانا واثق 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 ان ده هيحصل ان شاء الله. بس افريقيا يعني النهارده انت طلعت ثاني عالم، عشان تاكد تاهلك لازم تروح افريقيا، وفرض عليك هذا القرار ان انت، او اللوائح فرضت عليك ان انت لازم تشارك في افريقيا. درست افريقيا كويس؟ رحت قبل ما تروح كنت عارف مين الفرقه هتقابلها، ولا رحت هناك اتفاجئت بفرق جديده ظهرت على الساحه الافريقيه؟ طبعا سؤال حضرتك مهم جدا. يعني اولا احنا من 95 احنا ابطال افريقيا وتربعنا على عرش القاره، فانا لما بروح افريقيا انا مش رايح عشان انافس او رايح عشان انا احاول ان انا اخد لقب، لا، ده انا رايح ادافع عن لقبي اللي انا بدافع عنه بقالي اكتر من 20 سنه، ده مصر. فمصر لما تتحط قاره افريقيا يبقى مصر بتتحط على القمه، وكل افريقيا مع احترامي الشديد ليها جدا تتحط ورا ترتيبها ورا ترتيب مصر. فانا انا كنت في يوم من الايام احد اعضاء الفريق، والحمد لله كنت احد اعضاء اول انجاز تم الافرو عربيه في 95. فحتى كان في محادثه يعني قبل المباراه مباشره ونتوجه للصاله من الكابتن ايمن العفيفي وبيننا وبين اللعيبه، واللي اتقال هما كلمتين: احنا منتخب مصر، احنا ابطال افريقيا. فلما انزل العب المباراه النهائيه بقول للناس كلها احنا ابطال افريقيا، وده مش هنتنازل عنه، وما ينفعش حتى يبقى الماتش سجال بيني وبين الفرقه. انا من اول لحظه انا نازل بلعب كبطل، الفرق كلها تهابني والفرق كلها تتعلم مني والفرق كلها تفهم يعني ايه البطل جاي النهارده بيلعب النهائي. فانا بلعب مباراه يعني فعلا. احنا يمكن البطوله كلها ما عملناش اللي احنا عملناه في المباراه النهائيه، ليها وضع خاص، ليها النهارده كانت في نيجيريا صح؟ كانت في نيجيريا. فعلم مصر دوت لما يتحط قصادك ده اهم من اي حاجه. وكانت اجمل لحظه طبعا لما عزف السلام الجمهوري، ودي اللحظه بقى اللي انت بتنسى فيها كل حاجه. ولا بتفرق لسه سياده اللواء بيقول. طب سياده اللواء يعني اجي لحضرتك وحضرتك المشرف على المنتخبات القوميه، واكيد يعني برؤيتي يعني اللي شفتها ومتابع للفريق، حضرتك من افضل المدربين والمشرفين في العالم. خلينا نتكلم بكل امانه بانجازات منتخب مصر والوصول لمنتخب مصر في اخر 20 سنه في وجود حضرتك، ده اكيد يعني ما جاش من فراغ، جاء من حضرتك واحد من افضل المسؤولين. رؤيتك ايه لمنتخب مصر الفتره القادمه؟ هل احنا قادرين نحافظ على الانجاز ده ونفضل دايما مستمرين في افضل اربع فرق على مستوى العالم؟ مش هنقول دايما فاينل، بس نقول اربع فرق، هل احنا قادرين على ده؟ ان شاء الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وفضل كتيبة العمل زي ما حضرتك قلت كده، كتيبة العمل اللي موجودة في الجهاز الفني، وكتيبة العمل اللي هي من ورانا اللي هو مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور مصطفى عبد الحليم،
والإخوة الأعضاء دكتور محمد منطاش وكابتن عصام والأستاذة نادية والأستاذ غريب، تمام، بنتكاتف كلنا عشان نطلع منتج أفضل من الأول. بس ده بإيه؟ يعني إحنا قدمنا للسيد الوزير إن إحنا عايزين معسكرات خارجية، تمام، وإن شاء الله أنا يعني بتواصل معهم، هما بيدرسوها كويس قوي عشان برضو إن إحنا إيه في هذه الظروف الصعبة اللي إحنا فيها، وكلنا عارفين الظروف الصعبة، تمام، إن شاء الله أنا عندي أمل إنهم حققولنا المطالب بتاعتنا. الاحتكاك الدولي، الاحتكاك الدولي بيبقى أفضل من الاحتكاك المحلي. ليه؟ طبعاً أنا بشوف مستويات أعلى مني، بعيش جو البطولة، وعيش جو البطولة، اللعيب بيبقى حافظ هو نازل هيعمل إيه، تمام. لو هذا تحقق بالمعسكر الداخلي والمعسكر الخارجي، إن شاء الله بنقول إيه من ضمن الأربعة، والله ده أقل حاجة، ولكن إحنا عايزين نخش على الإيه، على النهائي، على النهائي، نكسب نهائي، نكسب نهائي إن شاء الله. مش هقدر أقول نكسب نهائي، ده أنا عايز ألعب المباراة النهائية دايما زي ما لعبتها في كأس العالم من هنا، تاخدها خطوة، تمام، أقول إن أنا عايز ألعب المباراة النهائية مع إيران، تمام. هو ليه إيران متفوق علينا ده؟ احتكاك على طول السنة كلها، اللعيب بيلعب 40 ماتش أو 60 ماتش دولي، ألمانيا بتلعب 60 ماتش دولي، بتلعب كل البطولات تبع الأجندة الدولية. فأنا عندي أمل في ربنا سبحانه وتعالى، وأمل في الدكتور أشرف صبحي والجهاز المعاون اللي هل معاه. أنتوا عندكم لقاء قريب مع دكتور أشرف صبحي؟ هل لكم لقاء دورية؟ هل بلاش ممكن يكون وقته أو جندته مستحمة؟ هل مدير الإدارة المركزية، هل المسؤولين في 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 الوزارة بيبقى في اجتماعات بشكل دوري معاكم؟ هو في تواصل معاهم، مع الدكتور عمرو حداد والأستاذ محمود عبد العزيز، تواصل يومي، تمام، علشان التعارف برضو إيه. السيد الوزير الأيام ديت وقته ضيق جدا، تمام، وأنا عذره، تمام، طبعا إيه للظروف اللي احنا فيها ديت والتحركات بتاعته كتير. فأنا واخد وعد إن شاء الله منهم إن هيبقى في لقاء مع السيد الوزير قريب، حتى لو ما كانش فيه أنا بقى ناشد من هذا المنبر، تمام، إن إحنا اللعيبة، مش إحنا كجهاز فني أو مجلس إدارة، لا، اللعيبة مشتاقة إنها تقعد مع الدكتور أشرف صبحي الأب الروحي لرياضات المعاقين، ولازم يبقى في أقرب وقت جدا، ليه؟ لأن هتفرق مع اللعيبة جدا، مش معنا، مش ما إحنا مع جهاز، لا، مع اللعيبة نفسها. ان شاء الله يحصل، وان شاء الله ده يبقى اقل شيء يعني للفريق واخد بطوله العالم في افريقيا وتاهل بارالمبي، ومنتظر منه ان شاء الله ميداليه في البارالمبيه اللي جايه. طب يا كابتن عادل، اجي لك يعني يمكن من الامور اللي دايما بتبقى كان الزمان اللاعب اللي عنده اعاقه او الانسان، خلينا نتكلم على الانسان اللي كان عنده اعاقه، كان زمان بيخجل منها وكان يحاول، تحس انه منطوي وتحس ان هو المجتمع بيعامله بشكل او باخر، كانت الموضوع ده يعني ممكن يكون بيجرحه. النهارده وانتوا ابطال، يعني من ابطال العالم، وغيرت الصوره دي، والناس بتبص لك النهارده كبطل عالم، كان واحد من رموز اللعبه في العالم كله. هل شايف ان الاعاقه ممكن تعيق واحد عن تحقيق علمه اطلاقا؟ يعني الاعاقه اللي هي تعيقني عن عمل شيء يبقى ده مش معاق، ده الاعاقه بتبقى في اعاقه ذهنيه، اما المعاق جسديا دوت مفيش اي حاجه تعوقه. يعني انا قبل ما العب رياضه معاقين خالص، تمام، انا كنت بلعب مع زمايلي كوره، كنت بلعب باسكت، وعلى فكره انضميت يا كابتن هيثم مع كابتن عمرو عاشور في منتخب الباسكت شويه، وكان عمرو عاشور اتحاد الشرطه الرياضي طبعا، بس هو يعني وكنت لعيب كويس، بس انا اكتر حاجه حبيتها وكنت دايما اقول لنفسي حتى قبل ما اعرف ان في رياضات معاقين، ان يا ريت يبقى في مكان يلعبوا في رياضه معاقين. كنت انا بقعد اتكلم نفسي كده وانا صغير، لحد ما فعلا ابتدت المعلومه تتوفر لي وابتديت ابحث، وفعلا اول مكان روحته ابتديت روحت مركز شباب العباسيه. ده بقى كل لعيبه الباسكت القديمه شفتها، كابتن صابر وشريف علي وكل دول صحابي بقى، وقابلتهم محمد يحيى، انا فاكر الاسامي دي، كل دول بقى حبايبي يا كابتن، والله اول مره قعدتك معاهم جدا، وكنت ساعتها لما ابقى فاضي اروح العب معاهم على ملعب البلاط اللي فوق ده، خرج عمالقه حاجات كتير، ده كان وش السعد عليا، وابتديت رحت وكان عندي هدف، بس كان ملعب بلاط يا كابتن، كان ملعب عليه، والله لحد دلوقتي ملعب بلاط، لحد دلوقتي على فكره، خرج عمالقه السله. ولا وانتوا كان بالنسبه لكم ككره طائره جلوس؟ لا، احنا كنا بنتمرن في الصاله، ايوه كده، احنا كان عندنا صاله، أيوة بنتمرن في صاله السلاح، ايوه كده، ايوه كده، فدي كانت بدايتي. فانا بحثت لعبت رياضه، كان عندي هدف، انا ما كنتش داخل العب رياضه عشان امارس او اضيع وقت، لا، انا كنت حاطط تارجت لنفسي، برافو، ان انا لعبت وكان عيني
على منتخب مصر. وكان حظي جميل ان انا بديت مع الكابتن عبد اللطيف ابراهيم عملاق من عمالقه الكره الطايره الله يرحمه والنادي الاهلي. ده اللي اكتشفني وده اللي خدني منتخب مصر. تمام. وبدات المسيره بتاعت كابتن منصور بعد الحاج عبد اللطيف. لحقت كابتن منصور يعني لا ده مع سنين من 94 وانا مع كابتن منصور لحد لا حضرتك لسه يا شباب ولسه لحد 2012 ربنا يديك الصحه يعني مع كابتن منصور لحد ما قررت ان انا اعتزل. فحته ان انا اخجل من ده خلاص. اولا زمايلي في حتى في المنطقه وكده انا عمري انا كان زمايلي كان احيانا بينسوا ان انا معاه يعني طبعاً. فهي دي متوقفه على الشخص. طب اسالك بكل امانه يعني يمكن بقالنا 3-4 سنين في اهتمام كبير من الدوله وانتوا الحقيقه موضوع يعني اصحاب الهمم واصحاب الاعاقه البدنيه او الجسديه بيلاقوا رعايه من ناحيتين وزاره الشباب والرياضه وزاره التضامن الاجتماعي. النهارده وفي قانون تم سنه. هل انت شايف ان احنا ماشيين في الطريق الصح؟ هل احنا يعني حاسس ان نظره المجتمع كمان بعد التغيرات الكبيره دي حاسس ان النظره اختلفت؟ هل الاهتمام هل المساحه لاخواتنا من اصحاب الهمم زادت شويه الفتره الاخيره؟ زادت كتير يعني في فرق كبير جدا يا كابتن هيثم. وانا هتكلم على الخمس ست سنين اللي فاتوا يعني وتحديدا من ساعه ما الرئيس عمل القانون ذوي الاحتياجات الخاصه. هنا حصل تحول غير عادي غير ملموس. يمكن في بعض الحاجات مضايقانا بس لما نيجي نقول الاجابات اللي حصلت لا اجابات كتير جدا. احنا بنطمح ان يكون في الافضل وفي الاحسن وهيحصل. واحنا ان شاء الله يعني دوت احنا هيحصل وعارفين الرئيس على طول حاططنا قصاده وعارف احنا محتاجين ايه واكيد هو كل حاجه بتوصل. فاحنا الحمد لله رب العالمين لا في فرق كبير جدا دلوقتي. النهارده لما بتروح في المؤسسه العمل بتاعتك لا وخصوصا لما تكون انت كمان بطل رياضي وكده. انا يعني انا في المؤسسه بتاعتي ما حدش بيقول لي يا استاذ عادل انا كابتن عادل. طبعا انا لو حضرتك جيت لي هيقول لي تاني عالم كابتن إيه؟ هيثم تقول لهم انا عايز استاذ عادل عبد المعطي اقول لك مين لكن هتقول له كابتن عادل يقول لك اتفضل ده فالحمد لله رب. فدي برضو النظره دي اتحولت. انت برضو اللي ساعدت لي دوت وانت. فالبيت مهم جدا ان هو يشجع اولاده ان انت نفسك كشخصيتك انت اللي قادر تغير الفكره بتاعت اي حد بتتعامل معاه. فدي كلها عوامل كتير جدا البيت شخصيتك اللي بتتبني في البيت قبل اي حاجه ويخلوك تحتك انما يعزلوك بقى ويقفلوا عليك ومش عارف ايه والكلام دوت سيبه يخش هو دوت مدمجه في المجتمع سيبه وتعامل معاه كانه شخص عادي خالص هتلاقيه احتك بكل حاجه وبقى انسان عادي خالص يعني. والله يا كابتن انت مش متخيل كلامك قد ايه بيسعدني وقد ايه انا حاسس فعلا ان انتوا بتدونا امل في بكره. والله العظيم يا كابتن حضرتك ربنا انا بتكلم بامانه يعني زمايلنا البارالمبيين بيدوني امل دايما انه في امل لبكره. الحقيقه انا بشكركم جدا جدا وكانت حلقه جميله وانا سعيد بيها جدا. عايز اخرج على النص شويه. اتفضل يا كابتن. انا بناشد معالي الوزير الدكتور السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخليه هو بالمناسبه هو دفعتي بس بناشد من هذه المنصه الجميله ان يرجع الرياضه لاتحاد الشرطه للصرح الرياضي الكبير. تمام. لان الشرطه خرجت ابطال كتير. انا فاكر ان المواسم السابقه كان اتحاد الشرطه الرياضي فيه 75% من المنتخبات القوميه سيان لعيبه او جهاز فني او اداري او اعلامي. تمام. فانا بناشد من هذه المنصه معالي الوزير وزير الداخليه وقيادات اتحاد الشرطه القائمين عليها دلوقتي إن لازم يرجعوا الرياضة لاتحاد الشرطة الرياضي لأن فعلا هي بتمد المنتخبات القومية سيان من ناحية السلوك الانضباطي زي القوات المسلحة بالظبط. الشرطة والجيش سلوك انضباطي عسكري أداء احترام قدوة ده بينعكس على المنتخبات القومية. بشكرك يا سيادة اللواء نورتيني وشرفتني. سيادة اللواء منصور محمدي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة جلوس والمشرف على المنتخبات القومية نورتيني وشرفتني. الله يخلي حياتك متشكرين متشكرين لحضرتك ولقناة الأهلي. وعايزين بس نقول معلش لو لازم في وقت عايزين الكابتن خطيب يعني إيه يعني يبص لمنتخب الطائرة نظرة الرياضي مش قول نظرة رئيس المجلس إدارة النادي الأهلي طبعا. لا الكابتن خطيب راجل رياضي من الطراز الأول وهو يعلم تماما المنتخب القومي بتاع كره الطايره هيوصل لفين ان شاء الله.
اشكرك يا كابتن لواء، كلامك جميل وربنا يوفقك يا رب. كابتن عادل عبد المعطي بشكرك، نورتني وشرفتني، مدرب منتخب مصر. الله يخليك كل هيسم. الشكر والتقدير ليك. الله يخليك كابتن هيثم، انا سعيد. اعزائي المشاهدين، دي كان حلقتنا النهارده مع ابطال ابطال من ذهب الحقيقه، يعني بي 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 بينتصروا على المنافسه الشرسه من دول العالم، بينتصروا على الاعاقه، وعمر ما كانت الاعاقه الجسديه، ودايما بنقول كده الاعاقه الجسديه عمرها ما كانت عائق، ولكن العائق الذهني، لو حد هو عنده مشكله في ذهنه ومش فاهم صح، هو ده الاعاقه الحقيقيه. واكيد طبعا بنشكر الدوله المصريه على الاهتمام الكبير اللي بتوليه لاصحاب الهمم، وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه، والى حلقه جديده من الابطال.